أوديولابي، شارك المعرفة. يأتيكم برعاية أكاديمية نيرونت. بداية يجب أن نعلم بأن الحوار هو من أكثر الفنون رقياً، وأن له أداباً علينا دائماً أن نلتزم به، ولا يمكن لنا أن نتخلى عن هذه الأداب فقط من أجل أن نثبت وجهة نظرنا. ولكي نحصل على حوار ناجح لابد أن نلتزم بهذه القواعد. أولاً، لا تقم بمقاطعة الطرف الآخر، دعه يكمل كلامه حتى النهاية لكي لا يشعر بأنك لم تفهم، وكذلك ستحفزه على عدم الاستماع إليك. ثانياً، اسأله عن بعض النقاط التي ذكرها أو أطلب منه إعادة فكرة ما، فهذا سيشعره بأنك تستمع له ومهتم بكلامه. ثالثاً، ابتعد عن الشدة وفرض الرأي، فهذا سيعطي الحوار طابعاً عدائي. رابعاً، اربط بداية حديثك بنهاية حديث الطرف الآخر، لأن هذا سيشعره بأهمية كلامه لديك وأنك تحترمه وتهتم بكلامه. ثم قم بعد ذلك بتقديم الحقائق والأرقام التي تشعره بقوة معلوماتك وأهميتها وواقعية حديثك ومصداقيته. خامساً، عندما يوجه لك سؤالاً انظر إليه وتوقف لبرهة قبل الرد، لأن ذلك يظهر بأنك تفكر وتهتم بما قاله ولست متحفزا للهجوم. سادسا، لا تحاول أن تثبت صحة موقفك بالكامل وأن الطرف الآخر على خطأ، أقر ببعض النقاط حتى لو كانت بسيطة، لأنه بذلك سيصبح أكثر ميلا للإقرار بوجهة نظرك. سابعا، لا تحاول أن تعرض وجهة نظرك بشيء من التهويل والانفعال، فلقد أثبتت الدراسات العلمية بأن الحقائق التي تعرض بهدوء تعد أشد أثرا في الإقناع من التهديد والانفعال في الكلام. ثامنا، لا تذكر رأيك الشخصي أثناء عرض الحقائق، بل أذكر آراء أشخاص آخرين، لأن الطرف الآخر سيشكك بمصداقية كلامك لو كان كله من آرائك وتجاربك الشخصية، على العكس ما لو ذكرت تجارب الآخرين. تاسعاً، التواصل بالنظر، حيث أن لغة العيون تعد ذات أهمية كبيرة في الحوار تفوق أحياناً أهمية الكلمات، فعندما تحاور مجموعة أشخاص لابد عند حديثهم أن تشاهد جميع المتحدثين، وعند أي ردة فعل لشخص آخر تنظر إليه وتبدي اهتمامك بردة فعله، ونفس الشيء عندما تكون أنت المتحدث. لابد أن تجعل الجميع يرى أن الحديث ليس لشخص بعينه بل لكل الحاضرين عن طريق النظر لكل شخص أثناء الحديث. عاشرا، لكن لا تنسى أن المتحدث الماهر هو الذي يستطيع أن يجعل الطرف الآخر يقر بوجهة نظره، ولكن دون أن يشعر بالحرج والإهانة، فإذا أردت أن يعترف الطرف الآخر لك بوجهة نظرك فاترك له مجالا ليهرب من خلاله، كأن تعطيه سبباً مثلاً لعدم تطبيق وجهة نظره مع تأكيدك له بأن مبدأه الأساسي صحيح. ولكن لا تنسى، لا تحاول أن تدافع عن فكرة ما إن لم تكن مقتنعاً بها 100%، لأن أي تذبذب من الممكن أن يمنعك عن إيصال فكرتك. في هذا السياق ننصحكم بقراءة كتاب فن الحوار للكاتب فيصل الحاشري، تجدون رابط شراء هذا الكتاب في مربع الوصف أسفل الفيديو. شاهد أيضا، تفضل بالاشتراك في قناتي أوديولابي ومجلة الأفضل.